أهلا وسهلا بكم. أهم التوقعات للسعودية، للمملكة العربية السعودية، من جو عياد زي ما انتوا طلبتوا. أهم توقعات لعام 2022، وفي الأول والأخير العلم عند الله وحده. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي باللايك. بتتوقع جو عياد للمملكة العربية السعودية أن تمر بعدة أزمات خانقة جدا وغير متحكم فيها أبدا، من أهمها للأسف هتكون في مظاهرات كبيرة جدا في السعودية من الشعب السعودي هتتعقب عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني للأسف في العام 2022 السعودية هتمر بتطبيع مع الكيان الصهيوني، وطبعا هيتم بناء على ذلك غضب للشعب كبير جدا، هيخرجوا على أساسه الشعب السعودي لمظاهرات في الشارع السعودي، وطبعا رفضهم التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وده هيجعل الملك سلمان بن عبد العزيز في أزمة صحية كبيرة، ودي كبير جدا من هذه الأحداث. يعني الأحداث في هذا العام في السعودية غير مستقرة نتيجة التطبيع مع إسرائيل ونتيجة غضب الشعب السعودي وعدم تقبله لهذه الفكرة، وهتكون صحة الملك سلمان في أزمة صحية كبيرة. شكرا جدا لاستماعكم، ونتمنى الخير للجميع، وفي الأول والأخير العلم عند الله وحده.